بتعمليه انت وهي ده؟ الخناق ده في بيتكم مش هنا. حاضر يا مستر. ازيك يا امسه حبيبتي؟ امال فين اختك هنا؟ ما تقلقش اختك دي، ده انا ما عنديش اخوات. ايه بس يا حبيبتي؟ اسالها هي على متقل. ايه بس هنا يا حبيبتي؟ يا بابا يا بابا، انت جايبولي وبتعاملني واحد. ما تزعلش يا بنت، حقك عليا، انا هجيب لك واحد غير. ما تزعلش يا بنت، انا معرفتش اربيها كويس. بابا انا عايزه فلوس يا بابا عشان اخرج مع اصحابي. فلوس؟ مفيش فلوس، وخش ذاكر يلا، انت ما عندكش دم. انت لما اقول لك اي حاجه دايما تقول لي انا زهقت منك. ليلي يا المدرسة. بس كده يا حبيبتي، انا كده فلوس هي تجيب لي نفسي. خد بالك من نفسك. ماشي يا حبيبتي. يعني يا رب البنت اللي انا متبنيها تعاملني حلو، البنت اللي من اللحم والدم تعاملني وحش وبتشتمني. الحمد لله. يعني انا دي مش اختي؟ انت يا امس، تعالي هنا. انت المدرسين كلهم بيشتكوا منك ليه؟ شغل البلطجه اللي انت بتعمليه في المدرسه ده لو عملتيه تاني انا هرفدك. اسف يا مستر، ما عرفتش اعمل كده تاني. انا هسامحك المره دي بس عشان خاطر ابوك واختك هنا. ماشي يا مستر. انت يا بنت ما عرفتش تجيبي ابنها خالص، وانت مالك؟ والله انا لما اروح اقول للباب ابوكي مني حبيبتي ده انا بس، امال انت بابا جايبك من الشارع عشان تعيشي معانا؟ انت كذاب. بابا يا حبيبتي. هو انا مش بنتك زي ما انت بتقول؟ مين بس اللي قال كده؟ انا اللي قلت لها الحقيقه. ما تصدقهاش يا حبيبتي، دي كذابه وبتكذب عليك. انت اللي كذاب، انا سمعتك وانت بتقول انها مش بنتك. ما تصدقش. انا كنت في يوم بطل. بابا مش هنشوفهم تاني. لا يا حبيبتي مش هنشوفهم تاني، هم طلعوا عند ربنا خلاص. هم اللي بيطلعوا عند ربنا مش بينزلوا تاني؟ لا يا حبيبتي مش بينزلوا تاني. طب انا يا بابا والله هفضل معاك دايما وعمري ما هسيبك ابدا. يلا قول لي. اطلع على البيت. ماشي يا بابا. محمد بيه ماجد حنيفه نزل من تركيا ورجع مصر تاني هو وعيلته. حلو قوي. طب اسم، انا عايز رقبته. ولا اقول لك انا هعرف اجيب رقبته لحد عندك. هي دي بنته؟ لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبي على بنته. خلص عليها وبعت كفنها على بيت ابوها. نورت مصر يا ماجد. محمد انت جاي لي هنا برجلك؟ مش خايف لخلص عليك زي ما خلصت على مراتك وبنتك زمان؟ لا انا جاي لك المره دي عشان حاجه تانية. جاي لك عشان اقول لك كفى بنتك هيجي لك كمان شويه. ده حق بنتي اللي قتلتها من زمان، لكن حق مراتي عارف اخده منك كويس قوي. هتفضل طول عمرك تندم انك لعبت معاها في يوم من الايام، اللي انت قتلتها بايدك وفاكر ان هي بنتي دي تبقى بنتك اللي انت فاكرها ماتت من زمان. بنتي خلص عليها وبعت كفنها على بيت ابوها. انا عايشه في بيت امي يا بنت ابويا. امك ماتت من زمان وخلصنا منها وابوكي ما عادش عايز يتكلم. سايبر استني هنا يا امس. انت قلت لها ايه يا هن؟ قلت لها تمشي من هنا لان اتخانقنا منك. سبتني ليه يا ماما؟ اخد البيت ورموني في الشارع. قعدت ليه يا حبيبتي؟ بابا ومراته وبنته اخد البيت بتاع ماما ورموني في الشارع. لا اله الا الله. طب بيت مامتك فين وانا اوصلك ليه؟ ماما عند ربنا. خد يا ست، احنا من النهارده اخوات وايدينا ايد واحده وهنشتغل مع بعض. هو انت شغال ايه؟ شغال اي حاجه مش شغلتي بس احسن من قعدي. جاهزه للشغل الجديد؟ جاهزه يا محمد، يلا بينا. بنت يا همس خلي معاك الشنطه دي عبال ما استلم الشغل واجي. ماشي يا محمد. السلام عليكم يا باشا، انا جاي استلم الشغل من حضرتك. وعليكم السلام. ماشي روح استلم شغلك. يلا تمام يا باشا. بنت يا همس يلا عشان نغير ونبدا شغل. انت همس عايزك تلم الزباله اللي هنا على ما الم الزباله اللي هناك. حاضر ما تتاخرش بقى عشان انا جعان. انت يا بنتي محمد ساب الشغل وراح على فين؟ راح يجيب حاجه وجاي. طب اخلص يلا نضف الجنيه دي كويس، جاي لنا ضيوف. حاضر يا بيه. بابا القمر قاعد زعلان وما بيشتغلش ليه؟ الفيلا اللي احنا شغالين فيها دي تبقى بتاعه بابا. ابوكي ما هو شافك؟ لا انا دريت وشي. طب الحمد لله. محمد ما تسيبنيش، انا مش عاوزه ارجع لهم تاني، انا عاوزه ابقى معاك. ما تخافيش يا حبيبتي محدش هياخدك مني. انت يا ابني؟ ايوه يا ست هاني. مش انا مندوله؟
معلش ما خدتش بالي. طب تعالى اوريك هتنادى في ايه. ماشي محمد، ما تروحش معاها، دي بنت الشرانيه هي اللي طردتني من البيت. تعالى بس عشان نخلص الشغل دوت عشان نمشي من هنا قبل ما يعملوا فينا حاجه. يا بنتي يا همسه، البيت ده كله بتاع مامتك. كان بتاع مامتي بس بابا سرقه منها الله يسامحه. ليه هو عمل ايه؟ اتجوز واحده تانية على ماما وطلق ماما. ماما من كتر الصدمه ما استحملتش ومات. ما تزعليش الله يرحمها. مفيش كده بقى، ويلا عشان نخلص شغل عشان نمشي من البيت ده. عايزين خلصنا شغل يا ستي، مش شغلتنا بس احسن من قعدتنا. بابا بابا انا عرفت مكان همسه. هي فين؟ مع الجنان اللي كان شغال عندنا. اكيد هو خطفها، احنا لازم نبلغ الحكومه. انا جاي اقول لكم قبل ما امشي ان انا مش عاوزه اعرفكم تاني. اجمعوا بفلوس امي ولا اشرب حقه في بيت امي. سلام يا اللي كنت ابوه. يا ليل همسه انت كنت فين؟ قلقتني عليك. انا كنت في بيت امي بوصل لهم رساله. اوعى يكون حد شاف. اطمن محمد، انا معاش ليا حد في الدنيا غيرك، احميني منهم. ما تخافيش يا حبيبتي، محدش في الدنيا هياخدك مني. ما تخافيش. ازاي مش عارفين تلاقوا بنتي يا حضره الضابط؟ ايه ده بس يا ماجد، احنا مش عارفين نحدد مكانها كويس. بابا انا عارفه مكانها بالظبط. مستنينا يا حضرة الظابط، يلا بينا. احنا اتخانقت قوي من الشغل ده. هو احنا يعني لاقين غيره مش شغلتنا بس احنا من قعدتنا ولا ايه؟ والله انت بقى محمد جده. ايوه باش انت مين؟ تعالى معايا. تعالى محمد سيبك. همسة بتهربي من ابوك وتروحي تعيشي مع واحد زبال. ما تقعدش عليه زبال، ده احلى واحد في الدنيا. انا شفت في حنيه ما شفتهاش في حد فيه. ايه بس يا بنت، انا عمري قصرت معاكي؟ اقول لك على حاجه، تعالي ننسى اللي فات ونبدا صفحه جديده. انت ايه اللي جايبك هنا؟ عاوزه مني ايه؟ انا جاي اقول لك ان امس خلاص نسيت. انت كذاب، همسه اخت عمرها ما هتنساني. انا اللي كنت واقف جنبها وقت ما انتوا كنتوا رامينها في الشارع. همسه بعتلك دول وبتقول لك مش عايزه تعرفك تاني. همسه محمد بيسلم عليك. محمد هو فين؟ وحش يا اوعى تكون عملته في حاجه. وحشك محمد ده اللي قال لابوك على مكانك ودفع له فلوس كتير قوي. انت كذاب، عمري محمد ما هيعمل كده. همسه وحشتيني، انا كنت قلب الدنيا عشان اوصل لك. انت زبال، انت روح شوف شغلك. زبال؟ انا همسه؟ محمد اخوك ابو قلبه طيب. شو بقى، مش قلت لك روح شوف شغلك؟ كده وقعت مع من ولسه. بابا محمد الزبال ده ما عدتش عاوزاه يشتغل عندنا تاني. ليه بس يا حبيبتي، انا جايبه هنا زي ما انت طلبت. انا مش عاوزاه، امشيه بره البيت. بابا خد بالك، دي عايزه تهرب مع محمد وعامل نفسها بتحب. محمد تعالى هنا، يلا خد شنطتك واطلع بره البيت. ليه بس يا بان، عملت حاجه ضايقتك؟ دي مش اوامر، همسه هي اللي عاوزه كده. زي ما جابتك تشتغل هنا مش عاوزاك في البيت تاني. ماشي يا بان. انت لسه قلت لي امشي اطلع بره. خد بالك من نفسك يا قصدي يا ست. انا قلت لك همسه نسيتك، ما عادش فاكراك تاني. عندك حق، همسه ما عادتش فاكراني، ولما رجعت البيت ما عادتش بتحبني، وكمان طلعتني بره البيت. انت ايه اللي موقفك مع الزباله ده؟ امشي يلا اطلع بره. اسمعيني بس يا همسه، مش عاوزه اسمع منك حاجه. امشي يلا. همسه اسمعيني بس يا همسه، انت مش عاوزه تسمعيني ليه؟ انا مش عاوزه اسمع منك حاجه بقى. انت بتاخد من بابا فلوس عشان تعرفه مكاني؟ والله عمري ما اعمل حاجه زي كده، ده اتبهدلت علشان احميك. هنا اختك اللي جت ادتني فلوس وقالت لي ان دي من همسه. انت كذاب، انا بكرهك، اطلع بره من حياتي. ليه؟ هنا بقى انت تروح تبعت لمحمد فلوس وتقول ان انا اللي بعتها؟ لا انا ما بعتلوش حاجه، محمد ده كذاب. محمد مش كذاب. لا كذاب، لازم يكذب عليك عشان ما اقولكيش ان هو اخذ من ابوك فلوس وقالك مكان. بابا هو محمد طلب منك فلوس عشان يعرفك مكاني؟ فلوس ايه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. ماشي يا بابا. استني بس، في ايه؟ مفيش حاجه. محمد انت طلبت من بابا 100,000 جنيه عشان تعرفه مكاني؟ ايه ده، ما حصلش كل ده، كل ده كذب. طب اسمع، انا سامعك، لو عايزين تعرفوا مكانها تجيبوا له 100,000. ايه ده، ده مش انا يا همسه؟
كل ده كذب والله. اختك هنا اجت ادتني فلوس وقالتني عشان ابعد عنك واكرهك وانا رفضت كل ده. انا مش مصدقاك ومش مسامحاك. ايهاب انت رحت تقول همسه اني بعتها وقبضت ثمنها؟ ايوه قلت لها كده عشان تكرهها. وانت استفدت ايه لما خلتها تكرهني؟ استفدت ان لما تروحيها من بيتنا تاني هتعيش في الشارع ومش هتلاقي حد يعيش معاك. مستحيل تكوني بني ادمه شيطانه. ايوه انا اطلع بقى. ها يا همسه نظفت الشارع؟ تمام يا معلم الشارع بقى زي الفل. حطي الزباله هنا. همسه ازيك عامله ايه؟ يلا عشان ما يتاخرش على الدرس. ده مين دي يا بنتي يا همسه؟ دي زلمه صاحبتي المسلمه اللي انا حكيت لك عنها. مسلمة؟ طب ودي عايزة منك ايه دي؟ انا وهي بنروح درس العربي مع بعض. بس بقولك ايه، دي طيبة جدا. طيب ماشي روحي معاها بس خدي بالك من نفسك. حاضر يا اخويا. همسة عارفة في النهاردة امتحان في الدرس؟ ايوه عارفة عاملة حسابي مذاكرة. سلمى هنعمل ايه في امتحان النهاردة؟ ايه ده؟ انت ايه اللي موقفك مع الزبالة المسيحية دي؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ انت بتسكتي خالص. بقى انت بتفضلي الزبالة المسيحية دي عليا؟ ماشي. على ناس والله احلى يوم في الشهر اللي القبض بينزل فيه. ايه ده يا همسه مالك؟ مين اللي زعلك؟ واحده صاحبتي مسلمه في الدرس هنتني قدام صحابي كلهم. مش انا قلت لك يا همسه تاخدي بالك لان المسلمين فيهم ناس مش بيحبونا. خلاص حقك عليا انا ما تزعلي. يلا قومي نكمل شغلنا بقى عشان اكل عيشنا ما يتقطعش. حاضر يا اخويا. بس كده الشارع بقى زي الفل. يلا بينا بقى عشان نروح ناكل. انت يا بنت يا زهبلان انا لو رد اشوفك ماشيه مع اختي سلمى تاني يا همسه حبيبتي الارض. بقول لك يا بنت انت نفسك كتير. استني يا همسه، هي عملت فيك ايه؟ انت بتكرهيها كده ليه؟ على فكره احنا مسلمين ومسيحيين كلنا واحد، ولا هم اهلك ما ربوكيش على كده؟ انت هتقعد في اهلي يا زهبلان. اخونا من وش الاشكال يا شباب ودي ما ينفعش تفضل عايشه معانا. انت ليه بتعملي معانا كده؟ على فكره المسلمين ما همش كده، المسلمين بيحبونا احنا كلنا اخوات. فارق معايا في الكلام؟ لحد كده انا مش هسمح. احنا اقف ورا وعلى قد حالنا مسيحيين بس كرامتنا فوق اي شيء. ليليا يا اطلعي قدام. فيا يا ادم انت بتعامل اختك كده ليه؟ شوف بنتك عملت ايه. عملت ايه يا هند؟ ماجد وهمسه المسيحيين اللي شغالين عندنا بنتك بتعايرهم بدينهم. حصل الكلام ده؟ ايوه ده حصل يا بابا عشان هم مقرفين وحتى ومحشي وانا مش بحبهم. انت بنت مش محترمه وانا ما عرفتش اربيك. غور على اوضتك وما عدتيش تنزلي منها تاني. تعالى يا ادم اما نروح نتاسف لهم. تفتكر اللي احنا عملناه ده الصح ولا كنا نستحمل اهانتها علشان ما نترماش في الشارع كده؟ مش عارفه. ماجد انا جاي اعتذر لكم بالنيابه على هنا بنت عملته فيك وعايزك تيجي تشتغل عندي في الفيلا تاني. انت راجل محترم يا محمد ده والمسلمين كلهم محترمين بس احنا كرامتنا ما تسمحلناش ان احنا نشتغل عند حضرتك تاني. طب انا اخلي هنا تعتذر لك زي ما هزقتك. تعالى معايا. حلو قوي والله. انا طلعت من الفيلا بتاعتها بفضيحه. فتحة علي ما رزقها كريم. يلا البرنجان والفلافلة. صباح الفل يابا. أحلى صباح لأحلى دكتورة في الدنيا. إيه الحلاوة دي؟ ربنا يسمع منك يابا وتعلم واجبر بسرعة عشان أبقى دكتورة وريحك من التعب ده وأشيل عنك الهم شوية. وأنا يعني اشتكيت لك؟ ده أنا لو تعبت قد كده 100 مرة علي قلبي زي العسل. المهم أشوفك في يوم من الأيام دكتورة قد الدنيا. ربنا يخليك لي يابا. سلام بقى عشان ما تأخرش على الدرس. ربنا يوفقك يا بنتي يا رب. يلا البرنجان. ودي دنيا بتسمع. مستر النهارده كان شرحه كويس جدا وانا فهمت منه. عادي هنسيبك من المستر دلوقتي. ايه رايك لما نيجي نخرج مع بعض؟ انا قلت لك 100 مره ما بحبش الاسلوب ده وانا مش عايز اخرج. همسه نعم في ايه؟ لا مفيش حاجه. ايه رايك لما اجي اوصلك ونجيب حاجه نشربها واحنا ماشيين؟ ليه كنت ما بقيت عايزه عشان توصلني الزبط يا ابدا مظبوطه عنيفة بس قمر. قابلتني انا عشان البت دي؟ ماشي والله هوريكم انتوا الاثنين. يابا انا واصدقاء. الحمد لله ربنا فرجها وبعت الزرع كلها النهارده. ما عادش فاضل غير الطلبات اللي هتطلع البيوت دي فاروح انام بقى. يابا همسه كويس ان انت جيت. يلا روحوا غيري هدومك وتعالى عشان نوصل الطلبات دي البيوت ونروح نجيب غدا ونروح. حاضر يابا. يا بنتي همسه عملت ايه؟ انا وزعت كل الشنط يابا ما عادش فاضل لي الا الشنطه دي. وانا كمان معايا شنطه واحده راحه عماره 10 شقه 12. شوفي كده اللي معاكي راحه فين. عماره 56 شقه 17 اهي دي عماره 56. يلا اطلعي ودي الشنطه اللي معاكي ونتقابل هنا. ماشي يابا. شقه 17 اهي. الخضار بتاعك
بنت همسه اتاخرت في العماره دي كده ليه؟ بسرعة. مش نروح فين بس يا بنتي همسة وبتجري كده ليه؟ نمشي وهفهمك كل حاجة بعدين. مش هتصدقوا اللي حصل النهاردة الصبح. حصل ايه يعني يا همسة؟ عارفين همسة اللي معانا في المدرسة اللي بتطلع من الأوائل؟ مالها همسة يا همسة؟ أنا شفتها بتبيع خضار. ازاي ده؟ أكيد واحدة تانية. هي كانت جاينا بيتنا بتبيع خضار وأول ما شافتنا طلعت تجري. لا لا أكيد مش هي. طب تعالوا معايا وأنا هثبت لك. فيه يا همسة يا بنت قفي هنا بقى، ايه اللي حصل في العمارة ده وبتجاريني كل ده ليه؟ واحدة زميلتي يابا شافتني وانا ببيع خضار في العمارة. فيه يعني يا همسة احنا طول عمرنا بنبيع خضار؟ اوعي تكوني يا همسة بتستعر من شغلان تابوك. لا والله يابا ما اقدر، ده انا لحم اكتفي من خيرك. كل الحكاية ان انا اصحابي دول ابهاتهم اغنى، ولو عارفوا ان انا ببيع خضار هيتنمروا عليا وهيضايقوني. ما تسمعيش لكلام اي حد فيهم يا همسة وارفع راسك لفوق، انت دايما بتجيب القول عليهم كله، وغير كده بتساعد ابوك في الشغل وبتنزلي معاه. حقك عليا يا بابا، ما تزعلش مني. صدقني يا بابا اللي بيبيع خضار اهي. ايه ده اللي انت بتقوليه ده؟ مفيش كلام من ده. لا انت كذابه، انا شفتك بعينيا الاثنين دول وانت بتبيع خضار. لا اكيد مش انا، اكيد واحده شبهي. وحتى لو ببيع خضار فيها ايه يعني؟ الشغل مش عيب، انا غلطانه ان انا وقفت اتكلم معاكي وضيعت من وقتي، انا داخله الدرس. والله لو اوريك انا هثبت لكم اني هبيع خضار. اتاخرتي كلام يا همسه يا بنتي، مش عارفه ان احنا هنروح السوق النهارده عشان نبيع الزرعه بتاعتنا؟ معلش والله يا بابا اتاخرت النهارده في الدرس، هغير هدومي واجي معاك. اهي بيعت الخضار الكذابه اهي. بسبعة ونص، بسبعة ونص. لا بسبعة وبس، بسبعة وبس. قرب 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 قرب. الله يا ابني بيقفش لقيت الارض البنت دول. يلا نهار اسود البلدية، لم الفرشة يا بنت امل. يا هنعمل ايه دلوقتي يا ماجد يا اخويا؟ البلدية بتجري ورانا على طول، ليه؟ عايزين مننا ايه؟ هيكونوا عايزين ايه يعني يا ملك؟ عاوزين فلوس. حتى الارض اللي بنفرش عليها الهدمتين عشان نبقى عايزين عليها فلوس. دول لو طلعوا ياخدوا مننا فلوس يا ملك على الهوا اللي بنتنفسه هياخدوا فلوس. طب هنعمل ايه في ايجار الشقه؟ احنا لسه ما كملناش والراجل هيطردنا. احنا هنروح نستسمح ويستنى علينا اسبوع كمان بس، هو ان شاء الله هيوافق. يلا بينا. ربتي ساوي على. اهلا يا اخويا انت وهي، نورتهم. جبتوا ايجار الشقه؟ صباح الفل يا استاذ كريم. والله العظيم يا استاذ كريم هجيب لك كل المتاخر، بس اصبر عليا اسبوع واحد بس كمان. انت كل مره تقول لي كده والاسبوع يجيب شهر، لما هلهيلك انت واختك. ويلا امشوا من هنا. حاضر يا استاذ كريم. انا وسط غابه. يلا يا بنت مالك، شد حالك شويه. حاضر يا ماجد يا ابويا. خلاص يلا خد دور. الف الف شكر يا باشا. بقول لك يا بيه بعدين ملاقيش عندك اي شغلانه انا والبنت اختي الغلبانه ده اي حاجه يا باشا. شوف لكم ولاد حلال، لف تعالى اركبوا معايا. يلا هشغلكم عندي في الفيلا. عمرك يا باشا ذاكرت اللي انا قلت لك امبارح يا جنى؟ ايوه يا مستر ذاكرت كل حاجه. طب يلا بينا بقى عشان هنراجع. 6 في 6 زائد 8 بكام؟ 45 يا مستر. صح، برافو عليك. انت يا حدام قال لي موقفك هنا، يلا روح شوف شغلك. ايه ده يا ملك؟ في مين اللي مزعله؟ يلا يا ماجد يا اخويا احنا مش هنشتغل هنا تاني. مش هنشتغل بس، احنا صدقنا لقينا شغل. ايه اللي حصل؟ بنت محمد باللي احنا شغالين عنده بتني وبتعاملني وحش. معلش يا ملك عشان خاطر انا استحمل، احنا لو مشينا من هنا مش هنلاقي شغل في حته تانية. انت عارفه يا خدامه انت لو عملت كده انا هعمل فيك ايه؟ فيا بس يا بنتي بتكلمها كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ معلش اللي انت يا خدامه هتتكلم معايا كده؟ هي انا اللي كسبت. إيه لا لا انا اللي كسبت. لا انت غلط، انا اللي كسبت. إيه طب مره كمان. ماشي. يا بنت بطلنا مدى الدكتور دخل علينا. اهلا اهلا نورت. طمنا على حالته خالد الوطا دكتور، هو عامل ايه؟ مسحوق حتى بس احنا بنحاول معاه. يعني في امل يا دكتور ان خالد يرجع لطبيعته تاني؟ كل حاجه باذن ربنا. ربنا يشفيك يا اخويا. يا رب قول امين. امين. ودي دنيا انا مش فاهمه حاجه، انت لما اديته الحقن اللي خليته متخلف استفدت ايه؟ وانت من امتى بتفهمي؟ انا فاهمه انت نفسي ان ابوك قبل ما يموت انك كاتب له كل حاجه باسمك ومخليه وصى علينا دلوقتي لما يطلع كرام من المستشفى ويأكدوا ان هو متخلف انا اللي هبقى الوصي وكل حاجة هتبقى بتاعتي انا وانت وهو مش هياخد اي حاجة. لسه انت جيتي متاخر، مش هتلعبي معانا في الجمايه. اسمعني بس اخواتك، انا سمعت اخواتك وهم بيقولوا ان هم اللي ادوكوا الحقن وخلوكوا مجنون وجابوك هنا. انا مش مجنون،
وبعدين اخواتي مش ممكن يعملوا كده فيا. والله انا سمعتهم هما بيقولوا كده. لا انت كذاب، امشي من وش. للاسف اخوك حالته مفيش فيها امل. لا لا الا الله. دكتور امان عليك، محدش يعرف ان اخويا مجنون. اطمن، اسرار المرضى ما تطلعش بره، وان شاء الله التقرير هيكون جاهز. تمام يا دكتور، سلام. كل حاجه مشت زي ما انت خططت.